انا دلوقتي هاتفيا واحد من نقاد الرياضيين الكبار الاستاذ ياسر قاسم ناقد رياضي. برحب بيك ومنورني في 60 دقيقه طوكيو. حضرتك محمود واهلا وسهلا بكل المستمعين المشاهدين. استاذ ياسر عايز ابدا معاك في البدايه، عايزين نستعرض النهارده المنافسات طبعا كره اليد المصارعه. شفت النهارده منافسات المصريين ازاي في طوكيو؟ طبعا منافسات النهارده بالنسبه للاعبتنا يعني الحمد لله نتائج إيجابية جيدة جدا سواء في المصارعة أو في كرة اليد، يعني الحمد لله منتخب كرة اليد بيثبت يوم بعد يوم وبطولة بعد بطولة إن فعلا هذا الجيل يستحق إن إحنا كلنا نفخر بيه ونكون سعداء دايما بكل مبارياته. هذا الفريق يعني بيصنع تاريخ جديد لكرة اليد المصرية والعربية والأفريقية. النهارده بنشوف ولاول مره فريق عربي افريقي بيلعب في المربع الذهبي للدوره الاولمبيه، وان شاء الله ان شاء الله طبعا يساعدنا اكتر ويقدر ان هو يتاهل للنهائي، رغم ان هو هيلاعب طبعا منتخب فرنسا، ومنتخب فرنسا من المنتخبات القويه جدا جدا والعنيده واصحاب البطولات. لكن اعتقد ان سقف الطموح للاعبي منتخب اليد أصبح بلا حدود، وعندما يكون سقف الطموح بلا حدود تتوقع من هذا المنتخب أن هو يحقق أي نتائج. ما خلاص ما بقتش النتيجة ما نقدرش نقول يعني حتى إن شاء الله إحنا يعني لو واجهنا الدنمارك في مرة تانية إن شاء الله أعتقد أن الأمور هتبقى مختلفة تماما عن المباراة اللي لعبناها فيها وكسبتنا. الفريق ماشي بخطى متوازنه جدا، والمدير الفني الاسباني قدر ان هو يكون له بصمته على اداء ومستوى اللعيبه. واضح ان هو بيتعامل مع كل مباراه على حده تماما، ما بيفكرش في اي حاجه غير في المباراه اللي بيلعبها، وتركيز اللعيبه يعني عالي جدا جدا في الملعب. احنا النهارده منتخب المانيا برضو عشان الناس تعرف ده مش منتخب قليل، بالعكس المنتخب ده كان واخد الميداليه البرونزيه في ريو دي جانيرو، يعني منتخب كبير، منتخب عنده لعيبه على مستوى عالي جدا جدا جدا. فالنهارده ان احنا نكسب المانيا ونكسبها بفرق 5، لا احنا عندنا منتخب نقدر نقول ان هو من عظماء كره اليد، وهذا الجيل اتوقع ليه ان هو يستمر لسنوات قادمه. برضو اللي الناس مش واخده باله ان المنتخب الحالي هو منتخب مزيج ما بين اللاعبين اصحاب الخبرات واللاعبين الشباب ولاعيبه اقل من الشباب صاعدين، يعني المنتخب فيه لعيبه مميز مزيج منتخب الناشئين اللي اخذوا اول العالم، وفي لعيبه من منتخبات الشباب اللي خدوا ثالث ورابع العالم، وطبعا اللعيبه الكبار زي احمد الاحمر وعلي زين والدرع، يعني منتخب مزيج من جميع المراحل السنيه، وده يمكن اللي بيميزه، وده يمكن اللي اداله فرصه للتفوق، وقدر المدير الفني الاسباني ان هو ياخد هذا المزيج ويقدم لنا المنتج الجميل اللي احنا كلنا فخورين بيه دلوقتي. لا باروندو بصراحه مميز بصراحه في الاداره الفنيه. عايز برضو اخد حقيقة برضو واستعرض نتائج المنافسات ايضا بكره ان شاء الله للبعثه المصريه. زي ما احنا شايفين الساعه 5:02 زي ما احنا شايفين معانا على الشاشه ايهاب عبد الرحمن في العاب القوه الساعه 2:05 فجرا هيلعب في المنافسه الاولى، مؤمن مهران في الكايك والكانو هيلعب الساعه 2:37 فجرا، سما احمد في الكايك والكانو هتلعب ان شاء الله الساعه 4 فجرا، مها عبد السلام في الغطس هتلعب الساعه 8 صباحا، نائل نصار في الفروسيه الساعه 12 ظهرا، محمد طاهر زياده في الفروسيه هيلعب الساعه 12 ظهرا، ومحمد كيشو طبعا بيلعب على البرونزيه ان شاء الله بكره كل التوفيق الساعه 12:30، وايضا محمد متولي على البرونزيه ايضا الساعه في المصارعه الساعه 1:05 ظهرا. استاذ ياسر حضرتك شايف المنافسات بكره ازاي للمصريين ان شاء الله؟ ان شاء الله في المصارعه انا يعني شايف ان شاء الله يعني على الاقل هيكون لينا ميداليه بكره باذن الله ان شاء الله في المصارعه. ولادنا في المصارعه عاملين شغل كويس جدا سواء كيشو او متولي، يعني وفرصتهم كبيره جدا في الفوز
يعني الاثنين ان هم يقدروا يضيفوا لنا ميداليتين زي هدايا ملاك وسيف عيسى، او على الاقل واحد فيهم هيقدر ان هو يعني يفرحنا بكره ويجيب لنا ميداليه. الفروسيه طبعا وصول نايل نصار ومحمد طاهر زياده لنهائي قفز الحواجز الفردي، ان هم هيلعبوا ما بين احسن 30 فارس على مستوى العالم، ده انا شايفه في حد ذاته يعني انجاز جيد جدا جدا للفروسيه المصريه. اتمنى ان شاء الله ان هم يحققوا مركز متقدم في منافسات الغد. مها عبد السلام في الغطس يعني لسه التصفيات يعني مشوارها لسه في كمان خطوه او خطوتين، ان شاء الله تجتاز التصفيات وتوصل للنهائيات. الكانوي والكياك سما فاروق ومؤمن مهران يعني نتمنى ان هم يحققوا مراكز متقدمه. ايهاب عبد الرحمن طبعا ده واحد من الناس اللي احنا بنضع عليه الامل في انجاز جديد للرياضه المصريه وتحقيق ميداليه ان شاء الله في طوكيو 2020، وربنا يوفقه بكره في التصفيات ان شاء الله، وهو قادر على ذلك وعنده الاصرار وعنده العزيمه. الراجل اتحرم من دوره الالعاب الاولمبيه الماضيه في ريو دي جانيرو، تراجع وعنده يعني حماس قوي جدا جدا ان هو يعوض اللي فاته، وان شاء الله ربنا يوفقه يا رب. واحنا يا استاذ ياسر بنتمنى التوفيق ان شاء الله للبعثه المصريه ان شاء الله بكره كلها. استاذ ياسر قاسم ناقد رياضي بشكرك شكرا جزيلا ونورتني في 60 دقيقه طوكيو. كده هتكون خلصت فقرتنا، نطلع لفاصل سريع نرجع نكمل بقيه فقراتنا في 60 دقيقه طوكيو، خليكم معانا.